السنة المشرفة هي الوحي الثاني، يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن. فإن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الغرض من تدوين كتب أحاديث الأحكام، يعني ما هي الفائدة التي تعود إلى الطلاب بقراءة كتب أحاديث الأحكام وحفظها؟ السنة المشرفة هي الوحي الثاني، يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن. فإن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لابد للفقيه من العناية البالغة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل علماء الأصول من شرائط الاجتهاد أن يكون عارفا بالسنة المشرفة، لا سيما أحاديث الأحكام. هكذا تجدون في كتب الأصول معرفة، يقولون الشرط الثاني معرفة الأحاديث النبوية خصوصا أحاديث الأحكام أو نحو هذه العبارة. وعبروا بكلمة معرفة فيها إشارة لطيفة، وهي أنه لا يشترط حفظها وإنما يكفي الاطلاع عليها، فلهذا قالوا معرفة ولم يقولوا حفظ. فلأجل هذا رأى جماعة من العلماء أن يصنفوا كتباً مستقلة عن كتب الحديث العامة تجمع أدلة المسائل الفقهية من الأحاديث النبوية، واصطلحوا على تسمية هذه الكتب أو هذا العلم إن صح تسميته علماً بكتب أحاديث الأحكام أو علم أحاديث الأحكام.